هذا وتتواصل منافسات دوره الالعاب المدرسيه الدوليه فعالياتها لليوم الرابع في مملكه البحرين حيث شهدت دوره الالعاب منافسات رياضيه متعدده في مختلف المنشات الرياضيه مقدمه بذلك اجواء رياضيه غنيه بالمتعه والتشويق لعشاق الرياضه والمشاركين من جميع انحاء العالم ويشهد هذا اليوم برنامجا رياضيا مكثفا في مختلف المواقع الرياضيه في المملكه بمشاركه واسعه من الطلاب الرياضيين الدوليين